بعد انتهاء الجلسة الختامية التي تم فيها انتخاب الرئيس نبارك حقيقة للرئيس الجديدة مرشحة المكسيك والتي حظت بدعم المجموعة العربية واعتقد توجهها إلى الكويت لشكرها الكويت هي تعلم الدور الذي قام به البرلمان الكويتي لمساندتها في الوصول إلى هذا المنصب والآن عليها أن تفي بوعودها التي قدمتها للمجموعة العربية تجاه القضايا الإسلامية والعربية ولكنني مطمئن لأن بالتأكيد هي أفضل من المرشح الأخرى من منظورنا العربي والإسلامي.